السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال كيف تبدأ مشروع تربية الأرانب وما هي عوامل نجاح هذا المشروع. طبعا كل واحد يريد أن يربي أرانب كتنقصوا الخبرة الكافية والتجربة، لكن مع مرور الأيام يكتسب المربي المبتدئ التجارب من خلال حالات كتمر عليه، يعني بالتجارب، يعني الأخطاء، الأمراض اللي كيوقعوا، كاع هاد الشيء كيجعل المربي كيكتسب واحد التجارب. إذا عندما يتوجه المربي إلى السوق لشراء أرانبه لأول مرة، يجب أن تكون لديه أفكار ويعني ونقط يعني في الذهن دياله، يعني يجب أن يجدها في هذه الأرانب. هذه النقاط خصها تكون موجودة في الأرانب. أنا حاولت أنني لخص لكم هذه النقاط، يعني في نقاط يعني بسيطة ما نصعبش عليكم، وهي كالتالي. أول حاجة المربي خصو يديرها أن يعني منين يكون كيشري أن يراقب الأذنين ديال الأرنب ويراقب الأرجل، بحيث خصهم يكونوا خاليين من التصمغ. التصمغ هو واحد القشور بيضاء كتكون في الأذن أو كتكون في الرجل. ويجب أن يكون الجسم مكسي بالشعر، نقوله بحال الطريقة بحال هكا، أنت خص يكون مكسي كله بالشعر. وفي الحقيقة هاد النقطة خص المربي يركز عليها بالذات، لأنه ممكن أن هاد الأرانب يكونوا مصابين بالجرب لا قدر الله. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون الشعر ديالهم يكون أملس، يكون ملس يعني بحال الطريقة، وما يكونش منفوش يعني طالع للسماء هكا، ويعني نقولوا هو خصو يكون ناعم، ما يكونش مبربش ولا يعني الا كان منفوش، حنا كنقولوا منفوش، كيكون الارنب فيه بحال البرد وباديه المرض. اذا حذو من هذه النقطه. ثالث حاجه خصو يكون الارنب ما يكونش يعني منكامش على نفسه، يعني مفروز واحد الكوان اللي تشوفوه في واحد القنت غير بوحده مفروز في واحد الجهه، عرفوه راه تما راه باديه شي مرض او راه فيه المرض. يعني خصو يكون كيتحرك بزاف ويكون حيوي، يكون حيوي بزاف كاع، يعني خصو يكون منين تشدوه يعني تهزوه يبقى يتركن. هذاك هو يعني الارنب اللي سليم 100%. رابع حاجه خص المربي يشوف في العينين ديال الارنب، خصهم يكونوا كيلمعوا، خص تكون فيهم واحد اللمعه واحد الدمعه، يعني خص يكون ماشي يكونوا ناشفين ودبلانين، لا خصهم يكونوا كيلمعوا، يعني العينين كيلمعوا، خصك تشوف له في عينيه. يعني هذه نقطه. كاين رقم خمسة، وهو خص المربي يتحسس في بطن الارانب اللي غادي يشري، ما خصهمش يكون فيهم انتفاخات، لان الانتفاخات صافي قولوا غير توادعوا مع داك الارانب، لان راهم باديهم المرض وداك البائع بغى يتفك منهم. ثاني حاجه خصو يتحسس على الجسم باكمله ديال الارنب، بحيث يكون خالي من اي نوع من الحبوب او شي نوع من اللقيح اللي يكون تحت الجلد. يعني ملي كيكون شي حبه كتكون منفوخه كيكون يعني كيتحسسها، يعني ضروري خصك تحسس تشوف واش هذيك يعني الارنب خالي من جميع انواع يعني شي حاجه، يعني نقولوا شي حبه منفوخه ولا شي عره، حنا كنقولوا عره كتكون شي واحد النفخ واحد قيح كيتجمع من تحت الجلد، حتى هو خصو يتحسس بيكون فيه يعني من جهه الكرش ومن جهه الظهر ويعني كامل الجسد. إذن هذا بالنسبة للمواصفات يعني ديال الأرنب السليم. أما بالنسبة لكيفية التعامل مع الأرانب الجديدة عند مربي جديد، يعني منين يجيبهم عنده لدارو أول مرة،
حتى هي نخصها لكم في النقاط. خاص على المربي ان يعني يسر هذوك الارانب بعدا منين يكون جايبهم في الطريق، ما يوريهمش للناس. هو كيكون فرحان، انا شريت الارانب، انا شريت الارانب، يقدر يوريهم للجيران، يقدر يوريهم لاهل الدار. من الاحسن ديروا لهم واحد السويك ودس او كرتونه او ودسوهم حتى تحطوهم في البلاصه ديال اما الكاج اما الارضيه. يعني الا شافوهم الناس راه العين كاينه وكتقسلهم، العين راه كتقسلهم وراه مذكوره في القران الكريم. حاولوا انكم تدسوهم كديرهم كالشمعه، يعني الا مشات احتصت عليها البرد كطفى. حاولوا انكم ما تبينوهمش للناس. اذا هذه نقطه. ثاني نقطه، في البدايه يعني ملي تجيبوهم عندكم خاصكم تعودوهم على واحد الاكل معين. يعني يقدر يكون المربي اللي عطاكم هاد الارانب معود الارانب ديالو على واحد الطريقه واحد النهج. من الاحسن سولوه كاع، قول له شحال كتعطيهم ديال الكميه ديال الاكل، سمو نوع الاكل. نتوما الا بغيتو تعودوهم على الاكل، على اي نوع من الاكل، حاولوا ان هذاك الاكل اعطيهم بكميات قليله في الاول باش تشوفوا واش غادي ينفروه او غادي ياكلوه. الا قربوا منه كلاوه ماشي تقولوا الله غنتهلاو فيهم نعطيهم بزاف ديال الاكل باش يوليو صحاح وباش كذا كذا، لا، عطيهم في الاول كميات قليله باش يتعودوا على النوع الاكل اللي نتوما باغيين تعطيوه له اللي عندكم متاح. كاين اللي عنده الخبز، كاين اللي عنده الفصه، كاين اللي عنده الشعير، كاين اللي عنده الذره، النخاله، كل واحد في المدينه ديالو عنده واحد النوع ديال الاكل ممكن يعطيه الارنب ديالو. وعاوتاني على حسب الامكانيات، كاين عنده الامكانيات يشري لهم السيكاليم، عاوتاني السيكاليم كيكونوا هما ما معودينش عليه، مثلا كياكلوا غير الذره والشعير وانت تعطيهم السيكاليم عاوتاني كيتلفوا. واكثريه اللي عطيتيهم بكميات يعني وفيره وكميات بزاف عليهم، تما عاوتاني كيحدث لهم انتفاخات، كيحدث لهم الكوكسيديا يعني الاسهال، كتجري كرشهم كيولي. المهم كتقولوا نتوما راه حنايا هذاك المربي راه هو اللي ضحك علينا، راه فيهم شي مرض. نتوما راه خصكم نتوما اللي تعرفوا تتعاملوا مع هذاك الانانيب، ماشي غير تشدوهم تبقاو تعطيهم العلف، لا، شويه بالتدريج بالتدريج حتى يولفوا عندكم. عاد حنا كما كنقولوا كسيريو معاهم. واخيرا واحد النقطه، انكم خاصكم تفرزوا هذوك الارانب عن بعضهم البعض، لان ممكن انكم تشريوا ارانب يعني من عند شخص ومن عند شخص اخر. يعني هذوك الارانب غادي يكونوا موالمين مع بعضياتهم، غادي تحطهم في الكاج او تحطهم في الارض، غادي يبداو يتقاتلوا بعضياتهم، غادي تنوضوا في الصباح غادي تلقاو شي واحد ميت، غادي تقولوا عاوتاني راه السيد اللي دينا عليه راه ضحك علينا. هي لا، راه غادي يكون واحد قتل واحد، راه كاين النوع ديال الاقتتالات اللي نتوما ملي كتنوضوا في الصباح ما كتلقاوش الدم وكتلقاو واحد ميت، هما راه غير بعضياتهم بداو كيتقاتلوا يتقاتلوا يتقاتلوا حتى واحد قتل واحد. يعني حاولوا انكم تفرزوهم، يعني واخا يكونوا شريتوهم من عند واحد، ممكن هذاك الشخص هذاك يكون شرا حتى هو غير شرا من عند الشخص الاول والشخص الثاني والشخص الثالث، وبدا كيبيع لكم نتوما وانتوما شريتو عليه القطيع كامل، كتقولوا بلي راه هو قطيع واحد، هما لا، راهم يعني ماشي خوت. هذاك راه مشكل، الا مشات ما كانوش مربين عند واحد مولمش مع بعضياتهم راهم كيتضاربوا. واكثريه الذكور الا حطيتيهم مع بعضياتهم راهم كيتقاتلوا. اي واحد كيشوف واحد بحال اللي ما عتسمو شاف، كيشوف الدعدو ديالو، كيبقاو يتقاتلوا مع بعضياتهم، ممكن ان واحد يقتل واحد. اذا المشروع مزيان، غير خص كيفاش تتعاملوا مع المشروع بواحد يعني بواحد الذكاء وواحد شويه ديال الايمان، يعني تكون عندكم ايمان انكم هذاك المشروع غادي ينجح. يعني ها انتم عندكم الفرصه انكم خديتوا معلومات يعني اول مره باغي تشريوا الارانب ديالكم، ها كيفاش الطريقه باش تقلبوهم، يعني تكون عندكم معلومات بسيطه، مع المده غادي تتعلموا داك الشيء كيجي مع المده. وشوفوا لي فيديو في اليوتيوب راه كل شيء كاين، يعني عندي انايا راه تقريبا راني ذكر جميع يعني المعلومات ديال التربيه، ممكن عند حد اخر ممكن تبحثوا. المهم ان هذا المشروع راه يعني تبارك الله كيدخل، خاص غير شويه ديال الثبات وشويه ديال يعني الذكاء كما قلت لكم في تربيه المشروع، وان شاء الله الخير
ديما جاي قدام، ديما هذا هو الشعار ديالي في الحياه، والشعار ديالي في هذا يعني الدومين، هذه التربيه ديال الارانب، ديما الخير جاي لقدام ان شاء الله. كنظن انني يعني حضرت على جميع النقاط اللي ممكن ان المربي المبتدئ انه يطبقها باش يبدا المشروع ديالو. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، مرحبا بكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.